والآن مع فقرة علشانك يا بلدي. مشاهدينا اهلا بيكم، تغطيه خاصه لكاميرا بلدي الاقصر لمهرجان الدولي السابع للام المثاليه، واللي بيعقد تحت رعايه جامعه الاقصر مع مجموعه من المؤسسات المختلفه. فقرتنا الاولى هيبقى معانا لقاء مع الدكتوره صابرين عبد الجليل، عميد كليه سياحه وفنادق. اهلا بك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك يا دكتوره. ويمكن من خلال يعني وجودنا في فعاليات المؤتمر المهرجان الدولي السابع للام المثاليه وتنظيم الجامعه جامعه الاقصر ليه، عايزين نعرف من حضرتك يعني حيثيات التنظيم وكيفيه التنظيم وايه اللي يعني ان شاء الله هيحصل داخل المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني مهرجان الام المثاليه السابع هو كان معروض على جامعة الأقصر يمكن من 2019، لكن دخلت كورونا فاضطرينا يعني قبلها بأسبوعين تقريبا، كان 21 مارس، إن احنا يحصل قفل كده، فاضطرينا إن احنا نأجله، لأن انت عارفة حضرتك إن في 10 دول عربية بالإضافة لدولة سنغافورة جايين يشاركوا معنا في المهرجان. فلما أجلنا بقى وأتيحت الفرصة عملناه السنة دي جامعة الأقصر مع مؤسسات مختلفة. المهرجان بيشتمل على أكتر من حدث، المهرجان نفسه اللي هي هيبقى في ساحة معبد الكرنك، وشخصيات ذات صلة وذات تأثير في المجتمع هيحضروا مجموعة من السادة المسؤولين. ده الحاجة الأساسية بالنسبة لنا، وفي فقرات فنية سواء مصرية أو من الدول العربية. أما بالنسبة للحاجات اللي على هامش المؤتمر زي الورشة بتاعت النهاردة أو الحلقة النقاشية، الحقيقة احنا لقيناها فرصة ان الوفود العربية جاية ومن ضمنهم ناس ذات مكانة ويقدروا يعني نناقش قضايا المرأة العربية اللي بيننا، يعني في تشابه بيننا ما بين بعض، وايه الدول اللي نجحت في حاجة وممكن، فكان فرصة كويسة ان احنا نعمل حلقة نقاشية كان فيها اكتر من حد. طبعا ضفت الشرف هي وزيرة المرأة والطفل التونسية معالي الوزيرة الدكتورة أمال، ومعانا دكتورة هاجر حسونة من تونس برضو، ومعانا أستاذتين قديرتين، الدكتورة نهلة السعيدي مستشار شيخ الأزهر، والدكتورة سحر إعلام سوهاج. فهنتناول قضايا المرأة العربية. في حاجتين تاني كمان على هامش المؤتمر، عندنا معرض للسيدات، هو بدأ دلوقتي معرض السيدات، معرض للسيدات للحرف التراثية من 4 محافظات، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. والسيدات الحمد لله وصلوا بسلام وبيعرضوا منتجاتهم للسائحين. طلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. I dream a world where no one hates to hold a grudge The force to will you na forti si torni Dove si vive per l'amore che نحلم بالدنيا اللي يعيش فيها ناس بسلام،
انتم عايشين مع بعض. حضرتك ذكرتي في كلامك انه هيتم مناقشه اهم القضايا للمراه العربيه بشكل عام، عايزين نعرف يعني ايه القضايا المهمه للمراه العربيه وتحديدا يعني داخل جمهوريه مصر العربيه. هو احنا حاولنا نعمل ميكس ما بين مصر العربيه وما بين الدول الاخرى، يعني مثلا تونس داخله بالنوع الاجتماعي وطلاب المدارس لان عندهم قضيه مهمة دخلوها الطفل مع المرأة مع بعض. احنا عندنا بقى قضايا التمكين الاقتصادي السياسي، عندنا دور شكل المرأة في الإعلام، يعني ده الدكتورة سحر هتتكلم فيه الإعلام بيظهر المرأة العربية شكلها ازاي، فعندنا مجموعة محاور كتير. دكتورة الإعلام العربي بيظهر المرأة ازاي؟ يعني هل هو منصف للمرأة او يعني غير ذلك؟ هو انا من وجهه نظري كغير متخصصه، احنا جايبين حد متخصص دكتوره سحر ليها دراسه نظرك كامراه يعني. كامراه لا انا شايفه طبعا مش واخده حقها في الاعلام العربي خالص، وفي بعض الافلام وحتى بعض الحاجات الفنيه يعني فيها نوع من انواع شويه بتنزل من مستوى المراه. فالنهارده المحور بتاع الدكتوره سحر هيبين باصول بقى شكل المراه العربيه في الاعلام. عين المرأة العربية بشكل عام امرأة يعني يعتمد عليها، بتتحمل مسؤولية بيت وأولاد ويعني غير أي. طبعا دي حقيقة، ده حقيقة. المرأة العربية مرأة حمولة، بتتحمل، بتشارك في المنزل في كل الدول العربية الحقيقة، وفي مصر بوجه خاص وفي الصعيد بوجه خاص كمان. في الصعيد حضرتك كما ذكرتي بوجه خاص، عندنا هنا في الصعيد المرأة لها دور مهم وحيوي جدا داخل أي منزل، خاصة الستات الكبار اللي هو بنطلق عليهم يعني عمود البيت، أو يعني الست اللي هي بتبقى بترشد أولادها وبترشد أحفادها للحاجة الصحيحة. شايفة المرأة الصعيدية في الدراما المصرية شكلها ازاي؟ لا هم تقريبا الدراما بصراحه مديها حقها ان هي ست ليها سطوه وست جدعه وست ليها راي. لا هي الدراما ممثله للمراه السعيديه، ده من وجهه نظري برضو يعني، فمنصفه تماما يعني. بالنسبه للمؤتمر دكتوره يعني اهم النقاط والتوصيات اللي حضرتك كامراه يعني عايزه يعني يوصي بيها المؤتمر. والله هو المهرجان ملوش توصيات، لكن الندوة الحلقة النقاشية النهاردة ممكن يبقى لها فيعني بعد ما نناقش المواضيع أكيد هتتكتب مجموعة من التوصيات لكل المحاور، أعتقد أنها تبقى مفيدة جدا، فممكن نمدكوا بيها بعد ما نخلص إن شاء الله. إسناد تنظيم المهرجان لجامعة الأقصر يا فندم ده دلالته إيه؟ لا طبعا دلالة يعني جامعة الأقصر طبعا هي جامعة وليدة، ولكن نتيجة أنها موجودة في محافظة الأقصر اللي هي فواخدة بحقيقة حقها وزخم غير طبيعي لدرجة أن كل الناس بتقبل أن هي عايزة تنظم معنا حاجات. ومع أني جامعة الأقصر يعني بصراحة في الفترة الأخيرة برضو الدكتور حمدي حسين الراجل بيبذل مجهود غير طبيعي، عندنا الإمكانيات برضو لسه جامعة جديدة فالإمكانيات صعبة، ومع ذلك إحنا بننحت في الصخر عشان يعني نعمل حاجة زي كده، وبنعملها وعملنا قبل كده حاجات وبتبقى على أعلى مستوى. مصر الجميلة بتلدي وكل إيد ممدودة.
يمكن سؤالي الأخير لحضرتك، كيفية حصول المرأة على حقوقها داخل الدول العربية من خلال القوانين الأسرية؟ طبعا لا، القوانين الأسرية بدأت دلوقتي يعني ومن فترة الحقيقة، مش دلوقتي كمان بس بدأت تفعل، لا بتاخد حقوقها لسه كمان، لسه يعني الدولة بتديها كل مادة بتزود، لا بس احنا فرق كبير من دلوقتي من فترة، لا يعني الدنيا بدأت تظبط. وانا في المجلس القومي للمرأة الحقيقة بتجينا بعض القضايا والحاجات، لكن محكمة الأسرة والحقوق والحاجات دي كلها لا 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 يعني بدأت طبعا يتغير المفهوم. اكيد اكيد اكيد. في نهاية لقاءنا بنشكر حضرتك دكتورة، وإن شاء الله دايما بالتوفيق. شكرا. ميرسي يا فندم. شكرا. صلاح الجعفراوي، مرحب بسيادتك معنا في الوصرية. أهلا وسهلا. من خلال مهرجان الدولي السابع للأم المثلية فندم، عايزين نعرف يعني تنظيم المهرجان داخل محافظة الأقصر لأول مرة، الهدف منه إيه وحيثياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ده المهرجان السابع، المهرجان الأول كان في ديوان وزارة التضامن، الأربع مهرجانات بعد كده استضافتهم جامعة القاهرة في القاعة الكبرى، والمؤتمر الأخير كان قبل جائحة كورونا كان في جامعة كفر الشيخ. تم اختيار الأقصر طبعا لأن بعد التطور الكبير اللي أولته الحكومة المصرية للأقصر لما تمثل من قيمة كبيرة جدا عالمية من الجانب الإنساني والثقافي والتراثي، وهي يعني تحتوي على أو بها أكثر من 25% من ربع آثار العالم، فطبعا ده كان اختيار للترويج السياحي أولا، ثم للدعم المباشر لجامعة الأقصر لأن المهرجان بالتعاون مع جامعة الأقصر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك كسوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسب. هو طبعا بيتم التواصل مع محافظات مصر، وبيتم اختيار عبر يعني مسابقات اختيار أم مثالية من كل محافظة، وأيضا لأنه مؤتمر دولي بيتم التواصل مع سفارات الدول العربية والأجنبية ولإرسال ممثل عن هذه الدول. هذا العام حوالي 10 دول عربية وأجنبية وحوالي 21 محافظة. الأم المثالية طبعا من الدول العربية والأجنبية بيكون لها تكريم شرفي، وبيحضر غالبا يعني دولة ضيف شرف. هذه الدورة هيكون تونس هي دولة ضيف الشرف، وجاية وزيرة المرأة التونسية، وطبعا بيكون في يعني بعض التعريف بهذه الدولة وبتطورها وبتقدمها. أما بالنسبة للأم المثالية المصرية بيتم تكريمها ماديا ومعنويا، ومن ثم يتم اختيار أم على مستوى بتكون في لجنة بتشكل تختار أم.
ودي اللي بتفوز بالجائزة الكبرى. العام الماضي أو الدورة الماضية كانت من محافظة دمياط، هذا العام مش حابب أني أحرق المفاجأة، هتكون يعني من إحدى المحافظات المصرية، وأيضا بيكون في هذا التميز هذا المهرجان أنه حينطلق ماراثون من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، بالإضافة إلى أن هناك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حيكون في متحف أو معرض للحرف التراثية، شاركت فيه حوالي 4 أو 5 محافظات من محافظات الصعيد، حاجة مشرفة جدا ومنتجات جيدة، وده أيضا ترويج وتسويق لهم، لأن فعلا يجب أن احنا ندعم المرأة المصرية المجاهدة الصابرة التي استطعت أن تتخطى الكثير من الصعاب لإنتاج أجيال قادت هذا البلد إلى ما هو إليه الآن من تطور وتقدم. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وتقول عام وقت المرواح، بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب بتتفسح، وتقول عام وقت المرواح، بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مشاهدينا، وفي نهاية حلقتنا تابعوا معانا كل ما هو جديد من محافظة الأقصر وبرنامج بلد الأقصر، وإلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله.